انشغل المسلمون بدمح أضحياتهم وما زال أهلنا في إدلب يضحى بهم وهم بشر وليسوا حيوانات. إن الصور التي تصلنا من إدلب والله يبكي لها القلب دما إن كان في القلب إيمان وإسلام. وفي زماننا قتل حيوان في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. لم نصح اليوم في وسائل الإعلام العربية على مشاهد دماء أهلنا في إدلب وكأنهم ليسوا من المسلمين، كأنهم من الهندوس، ولا نقول والله لأهلنا في إدلب إلا صبرا يا آل إدلب، صبرا يا آل إدلب فإن موعدكم الجنة بإذن الله، صبرا يا آل الشام فإن موعدكم الجنة بإذن الله، صبرا يا أهل سوريا فإن موعدكم الجنة بإذن الله.